عن الخطية وعن بشاعتها وعن حياة التوبة، تأتي بعد ذلك الخطوة التالية وهي الاعتراف. سر الاعتراف له بركات كثيرة وله أهمية بالغة في حياتنا، من الناحية النفسية، من الناحية الروحية، من الناحية الجسدية، حتى الاجتماعية. من الناحية النفسية نستفيد من الاعتراف أن ضمير الإنسان اللي حركته التوبة لا يهدأ ولا يرتاح إلا بعد أن يعترف بالهم والخطايا اللي موجودة على كتفه. أي خطية صدرت من الإنسان بالاعتراف تذول، بالاعتراف تصفو النفس، نفس الإنسان بعد ما يلقي بالحمل الكئيب، بقول من ثقل الخطية وحرها، ثقل الخطية وحرها. العالم اللي احنا بنعيش فيه مليء بالمتاعب، مليء بالمشاكل، مليء بالخطايا. كل هذا تجد حله من ناحية الروحية عند أب الاعتراف، وبالتالي بعد كده تشعر بالهدوء، تشعر بالسلام، وتكون سعيد حتى على عملك، تكون مقبل بفرح. من ناحية الروحية أيضا ننال بالاعتراف سلام، ننام هدوء. ما أعظم أن يقال صفحا عن زلاتنا وغفرانا لخطايانا وجهلاتنا. الخطية ما دام موجودة بدون اعتراف بتسبب لنا القلق، بتسبب لنا الخوف، كما إن الاعتراف يؤهلنا إلى شيء أفضل مكمل، هو التناول من جسد الرب ودمه. التناول من جسد الرب ودمه يهبنا الثبات في المسيح. أهلا بك. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. كذلك وصية بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى بيقول: وهكذا يأكل من الخبز، طبعا وأولا بيقول يمتحن كل إنسان نفسه أن يتوب ويقدم توبة ويندم على كل خطاياه. وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. بالاعتراف تتنقى النفس، ما يعني الإنسان يهدف إلى النقاوة، وبعد كده يدفعه إلى التقدم في النواحي الروحية عن طريق التدقيق في كل شيء، عن طريق حساب النفس، عن طريق النصائح اللي قدمها أب الاعتراف. ومن ثم يسير المعترف في الحياة الروحية من خطوة إلى خطوة نحو الطهارة، نحو القداسة. من ناحية الروحية أيضا الواحد لما يكشف أفكاره لأب الاعتراف، إيه اللي يفيدنا؟ إنه يطرد تلك الأفكار مننا، نتخلص منها. سفر الجامعة بيقول اثنان خير من واحد، لأن لو وقع واحد يقيم الثاني، والثاني اللي هو الأب الاعتراف هنا. ويل لمن هو وحده، يعني ويل للإنسان ما لهوش أب اعتراف. الذي يفرح عدونا
ان احنا ما نكشفش افكارنا لاباء الاعتراف. عدم كشف الاعتراف تخبي حاجة يخلي العدو العدو بتاعك او عدو نفسك يزيدك اكتر قتال، بل احيانا يدفعك لليأس. معقول؟ معقول ربنا هيعمل ويعمل معك ويعمل لا 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 وهكذا. احد الاباء الاب يوحنا كاسيان بيقول من يكشف افكاره لمرشده اي لاب الاعتراف لا يمكن انخداعه. يعني ما الاب طبعا هي يرصد ان الخطيه تثبت فيك طالما هي مختفيه. ممكن الواحد يعترف بكذا خطيه وفي خطيه معينه مش قادر يعترف بها مخبأة فيه، يا إما تنغص حياته طول حياته منغصة فيه هي موجودة، يا إما مخبئها حبا فيها ممكن يقع فيها تاني. يقول لك ما دام اعترفتش بها يبقى بالمرة نبقى نعترف مع دي ودي. لا، زي الحية بالضبط. الحية العادية لما نكشف عنها في المخبأ تهرب، وهكذا الخطية لما نكشف عنها بتهرب أيضا. بالاعتراف ربنا يعطينا حل مشاكلنا، يعطينا علاج لضعفاتنا. لما الواحد يسارع بكشف أفكاره لأب الاعتراف، احنا هنا بنشكو الأعداء الروحانيين الذين يحاربون عشان نتخلص. لا تخجل مهما كانت خطاياك، لا تخجل من أب الاعتراف. الاعتراف يديك حياة التلمذة، تتلمذ على أب الاعتراف، تشوفه هو إنسان كقدوة، تسمعه يتكلم عن الطهارة، عن العفة، عن الحق، عن العدل. الاعتراف من الناحية الاجتماعية بركة لأرواحنا زي ما هو بركة لأجسادنا. كثير من الأمراض سببها الخطية، وأول ممكن حاجات عارفينها أنتم، الإدمان في المخدرات بيجيب إيه؟ بيجيب مرض، مرض خطير. عادات الرديئة بتضعف في الجسم. مريض بيت حسدة، قال له السيد المسيح اهو اديك برئ واديك شفيت، لا تعد تخطئ لئلا يكون لك اشر. يعني الخطيئة اللي انت عملتها دي هو سبب مرضك. 38 سنة بلاش تخطئ. العلم الحديث أيد ذلك، إن بعض الأمراض الخطية اللي بنقول عليها أو بعض الأمراض سببها الخطية. الاعتراف يعالج النواحي الجسدية أيضا زي ما يعالج الروح، يحل المقيدين بقيود العادات الرديئة. إنسان في عادة رديئة قذرة سواء كان أولاد أو بنات، يعالج الناس الذي امتلكت عليهم الأوهام وضاقت صدورهم من العقد النفسية. وبالإجمال الاعتراف يحرر الإنسان من نتائج الخطية المرة ويحله من ربطها. كثير من الأطباء النفسيين يقولون لمرضى مسيحيين روحوا للكاهن اللي في كنيستكم هو يعالج حالتك، هو عارف حالته نتيجة ايه، روح للكاهن بتاعكم يعالج حالتك. فهنا العلم الحديث عرف ان ما عرفته الكنيسة وتمارسه من زمن هو اللي بيسموه التحليل النفسي، روح لطبيب نفساني.
يعني الطبيب النفساني يقعد يقول ويقول ويقول، وكل اللي اديه لك شويه مهدئ مهدئ، يمكن المهدئ اصعب من حالته النفسيه نفسها، نايم 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 مش قادر يتكلم هكذا. لكن الاعتراف مش بس فك عنك الخطيه، وذيلها كمان، وذيلها خلاص ما تعودش تفكر فيها، تكون هي سبب من اسباب النفس. من هو اب الاعتراف؟ وهل هو كل كاهن؟ في تقليد في الكنيسه، ما اعرفش موجود في بعض الارشيات، الكهنه المرسومين جدد مش بمجرد ما ينزلوا من الدير نتلقاهم ونعترف، لا، ولا يعرف شيء، ما عندوش خبره، كل اللي خدوا في الدير ازاي يصلي القداس بس، لا قالوا لنا اعترافات ولا اي نوع من النواحي الروحيه ابدا، ازاي تصلي، ازاي تمشي، ازاي تتحرك في الكنيسه وهكذا. ليس ايضا مش كل كاهن يمارس الاعتراف، في بعض البرشيات الاب الاسقف ما يديش تصريح للاب الكاهن بممارسه الاعتراف الا بعد ان يتقدم في المعرفه، يتقدم في الروحانيات، يتقدم في حاجات كتير. الاعتراف مع انسان كبير وقور له معارف له خبره ده اللي يفيدك، لكن تروح لواحد لسه جاي معلش هنعمل ايه؟ لا تخجل من اب الاعتراف. اب اعتراف كل ما تقوله في بير، في بير، يعني ما تقولش يا ابونا فاكر كذا ولا فاكر كذا، فاكر مين والمين ده مئات الناس ولا وكل واحد بيفتكر. لا تخجل منه في كشف اسرارك مهما كانت، مهما كانت، ما تقولش ابونا نخجل منه، لا لا ابونا لو عرف مني دي يحتقرني، لا ابدا. كل ما في داخلك قولوا لابونا. يا ربي ابونا بيعمل ايه؟ بقول له كما قبلت اعتراف اللص اقبل اليك اعترافات شعبك هو بيصلي القداس، واغفر لهم وكرحمتك وليس خطايانا. يا رب اقبل اعتراف المعترفين ده في صلاته في القداس سواء كان سرا او جهرا. بيقول حتى غير المؤمنين ردهم، بالاضافه بعد كده ابونا يديك الحل. في ملحوظه هامه يجب ناخد بالنا بها، تجنب الاعتراف عند اي اب راهب، سيبوهم بحالهم، ابعد عن الرهبان، ما تقولش انا بعترف عند ابونا فلان راهب فلان في الدير فلان، لا لا ما تنقلهوش الخطيه وتوديها له، هو ساب الدنيا، ما تحاولش ابدا اي اب راهب الا اذا كان فوق الثمانين سنه، الا اذا كان فوق الثمانين سنه ده راجل شيخ كبير ممكن تاخذ منه نصيحه، لكن غير كده بلاش تتعبوا الاباء الرهبان في هذه الاسرار. احد الاباء بيقول ان سالك شيخ اكشف له ما عندك، يعني شيخ كبير متقدم في السن، افكارك اي خطاياك اكشف لهم لناس لها خبره عشان يفيدك. الاعتراف وكيف امارسه وما هي عناصره وما هو دور المعترف في الاعتراف. الاعتراف زي ما معروف هو الخطوة الأولى في عملية التوبة، التوبة من القلب أهم حاجة،
والشعور بالندم قبل أن نذهب إلى أب الاعتراف. لا معنى للاعتراف بدون توبة. يخش واحد أبونا في الكنيسة في القداس، يا أبونا الدين حل، أنا امبارح عملت كذا وعملت كذا. لا 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 يمكن. أولا بتضيع وقت أبونا ولا يفيدك، حتى لو أعطاك حل ولا لي فايدة. مش واحد يخطأ وتيجي على طول داخل على أبونا عشان ليلة اشتياق أتناول في الكنيسة. لا مش ممكن، مش ممكن أبدا. ولا حتى لو أعطاك الحل ينفع. كبرياء الذين يتقدمون للتناول دون توبة صادقة، إزاي يتناولون وهم غير تائبين؟ هؤلاء الناس يضلون أنفسهم، وربما مع الاستعجال بيخفي حاجات معينة. يعني مش معقول يصفي كل اللي في قلبه، يبقى إنسان بيخدع نفسه ويخدع ربنا. إن قلنا ليس لنا خطية نضل أنفسنا، قل لا يا بونا ده أنا بيني وبين ربنا عمار. أيوة أنا تناولت الأسبوع الفات في كنيسة كذا، بيبرر نفسه إن هو إنسان. لا، إن قلنا إن ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن قلنا إننا لم نخطئ نجعل الله كاذب. لأنه طبعا لا يمكن لإنسان يدخل ويقول لدين التحليل ويكون مقبول. لا ينفعهم التحليل ولا حتى الكلام اللي بيقولوه حتى لو كان صح. يجب أن يكون الاعتراف معبرا عما في قلوبنا، توبة صادقة، ندم، خجل، دموع. من فضلة القلب يتكلم اللسان، وعندما ينظر الله إلى توبتنا يهبنا الغفران. سليمان الحكيم لما أتم بناء الهيكل بيقول له فاسمع أنت يا رب من السماء مكان سكناك، واغفر واعطي كل إنسان حسب طرقه كما تعرف قلبه. ربنا بيديك حسب قلبك، لأنك أنت وحدك يا رب تعرف قلوب الناس. التوبة ركن أساسي من سر الاعتراف. على المعترف أن يتقدم وكل الشعور بالندامة أنه أخطأ في حق ربنا، يتقدم منسحق القلب ويعتذر عن كل أثام بعد أن كان في البيت ندم عليه. يعني ما يجيش على طول وتقول لي يا ابونا الدين حل. لا، عارفا إن عدم العودة إليها لتعترف بيه ما تعودش عليه تاني. ما يجيش يقول لي يا ابونا ده لنفس اللي قلته قبل كده هو. لا، داود النبي في اعترافه لأنني أخبر بإثمي واختم من خطيتي. يحزن وقلبه رغم أنه هو اعترف بيها، لكن كل ما يفتكر بها يختم. أرمية بيقول سمع صوت على الهضاب بكاء وتضرعات من بني إسرائيل لأنهم عوجوا طرقهم، أنهم أخطأوا بدأوا يبكوا بكل صراخ. قبل الاعتراف اجلس جلسة كده مع نفسك، حاسب نفسك حساب قاسي. كم من مرة يا رب أنقذتني وسترت علي في الخطية؟ يا كم لما نقول نشكرك من أجل أنك سترتنا في صلاة الشكر. سترتنا يعني عملنا خطية وسترت عليها، ولغاية دلوقتي أنا يا رب ما أعملها. أشكرك يا رب، كم من مرة سترتني على خطايا معينة. لا تخاف، كم من مرة يا رب ارتكبت شرور. قارن نفسك أحيانا بأحد القديسين،
بيوسف الصديق، قارنها بأيوب الصديق، الرجل احتمل الألام والشرور وكل حاجة. وتأمل في الكتاب المقدس بيوريك ازاي خطاياك وشرورك، وبيقول لك إن كان البار بالجهد يخلص فأين أظهر؟ يا سلام، أنا الفاجر والخاطئ. إيه ده؟ إذا كان الإنسان اللي هو ليل ونهار بيصلي بالعافية، أمال أنا أروح فين يا ربي؟ قل مع داود: أنا الخاطئ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. قل يا رب: إن كنت للآثام راصدا، مين هيخلص؟ مين يا رب هيخلص؟ بقول له: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى قدامك كل حي. ما فيش إنسان يا رب يكون بار قدامك، ما فيش. حاجك مع ربنا. لا تدخل في المحاكمة مع عبدك. أخطأت يا رب إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. هذه المشاعر وهذا الصلب بالانسحاق يعطيك روح الانسحاق. بقول: اسكب الدموع زي المرأة الخاطئة في المدينة لما سمعت ان المسيح عند احد الناس، راحت تجري. ست خاطئة ومشهورة بخطيتها ومعروفة، لجت بقها ما تكلمش، مش قادرة تتكلم، يعني اتزنقت من البكاء، فيش غير البكاء والدموع. بكى عليه على الخطية والندامة، بتندم بكل، بحيث يعني بيقول بللت بدموعها خدمي السيد المسيح ومسحتهم بشعرها. هذه الست طبعا كان الدموع أقوى من الكلام مليون مرة. والمسيح قال: لا تعد تخطي، اذهبي بسلام. حساب النفس يعطيك روح الانسحاق. وبقول ربنا لا يذكر لك خطية. وبعد خطيتي داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. يا داود، ما أنت تبت عنها، كل موجودة، يعني كل ما فيش واحد أخطأ خطية وينساها، لكن تبت عنها ما تقعدش تاخد وتدي بيها، بس كل ما تيجي قدامك تنسحق القلب. خطيتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. حينما تشعر بخطاياك وثقل الخطية عليك، اذرف الدموع عشان تصغر نفسك في عينيك. وزي ما قال قداسة البابا المتنيح: اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا. يعني في بابك اعترف بكل ما فعلته، ربنا يعلم كل شيء عنك. اتخبي حاجة؟ اعترف بكل شيء ولا تخجل من اب اعترافك. قل مع داود: اعترف لك يا ربي بخطيتي ولا اكتم اسمي. اعترف للرب ذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. اصرخ من كل قلبك: سامحني يا رب، اغفر لي خطاياي، انت تعرف اني خاطئ، وكثيرا ما ضعفت وكثيرا ما سقطت. الخطوة التالية: اذهب إلى أب الاعتراف. زي ما قلت لحضراتكم، لا تخجل من أب الاعتراف أبدا. لا تخفي أي خطية عن أب اعترافك مهما كانت قذرة ومهما كانت سوداء. لا تخجل، تخجل من أب اعترافك، وما تخجلش من ربنا لما تعمل الخطيه. يعني ده انسان بشر زيك بالضبط. صحيح الخجل قاسي ومتعب ويخلي الواحد بيشعر بحاجات،
لكن له فايدة، يشعرك ببشاعة الخطية اللي أنت عملتها، يشعرك بمقدار حقرتك، تحتقر نفسك، إزاي تنزل لهذا المستوى وتوصل لهذا الحضيض لأنك فعلت خطية. لا تخجل من الإقرار من خطاياك مهما كانت. أب اعترافك لما يسمع بشاعة خطاياك، هو سمع الكثير والكثير، وبمجرد ما تتكلم بيعرف أنت بتقول إيه. لا تخجل، لا تتردد في أي شيء مخزون في قلبك. بقول ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. لكن إزاي أعترف؟ أولا لا تكن لك دالة عند أبونا، مش يعني أنت واخده تدي مع أبونا وأبونا يقول لك لا لا اللي زيك يخطئ، يا سلام ده أنا الخاطئ مش أنت، لا 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 مش دالة. ما يقعدش بقى أبونا يدلل وأنت تدلل وأبونا صاحبك، لا، أبونا في الوقت ده قاضي نائب عن المسيح. أنت رايح لأبونا عشان تقول سر رهيب يجدد حياتك ويولدك مرة تانية. اذكر أن أبونا ده نائب الله ووكيل الله، ربنا أعطانا نعمة الكهنوت عشان يمارس أسرار الكهنوت. اعترف بكل خطاياك سواء كانت بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بالحواس أو بأي شيء. كل خطية لا تعترف بها مخبأة في قلبك، ربما لخجلك ودي أيضا متعبة، أو لسه لها حلاوة في قلبك يعني نعملها مرة تانية ونبقى خلي دي على جنب. اسكب قلبك، اسكب فرغ نفسك من كل فرغ من كل خطية من كل شائبة. قل يا ربي أنا نظراتي في الشارع متعبة، وأيضا نظراتي في الكنيسة متعبة، يا ما فعلت كذا وكذا. حاجج، اتخانق مع ربنا في بيتك قبل ما تيجي، أنا السبب يا رب في سقوط فلان في الخطية. ممكن فلان يكون طاهر وانت أخطأ يعني نتيجة متاعبك وقعته في الخطية. ثم اكشف عن علاقتك بالناس، هل في غضب، في خصام، هل في إساءة، هل في معاشرات ردية، هل في قساوة قلب، هل في عنف، هل في كبرياء، هل في مديح، محبة المديح، في ظلم، في نفاق، في غش، أنت سبب عصر الغيرة، ده كل علاقتك مع الناس. وفي أيضا خطايا اسمها خطايا اللسان، كد، نميمة، إدانة، حلفان، شتيمة، إهزار بايخ، سخيف، مناقشات بايخة، كلام غير لائق. وفي خطايا اسمها خطايا فكر، زنا أو شهوة رديئة أخرى، في حقد، في حسد، في انتقام، في سوء ظن، في أحلام يقظة تعمل نفسك كذا، هل في شك، في أفكار شريرة، هل في تداول مع الفكر يعني خطية سابقة تاخذ وتدي معاها، وخطايا خفية كثيرة. دي من الناحية السلبية. في ناحية إيجابية، الصلاة، هل بتصلي؟ هل في تشتت في الفكر أنت وبتصلي وإيه سببه؟ هل في تقصير نحو أسرتك في العمل؟ هل في تذمر؟ هل في صراخ في البيت وصراع مع الست؟
هل في تمني للموت؟ يا رب خدني ما تخليني. ده طبعا خطيئة كبيرة. هل عندك صفح وغفران؟ هل عندك محبة للأعداء؟ هل صلاتك صلاة من حين لآخر ولا كل يوم؟ هل الكتاب المقدس أنت مواظب عليه؟ دي كل نواحي إيجابية أنت متعملهاش. هل بتقرأ الكتاب المقدس؟ هل في أعمال رحمة عندك عشور تدفعها؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا. واعلم أن من يكتم خطاياه لا يرحم. من يكتم خطاياه لا يرحم، ومن يقر بها يرحم. كن صريح مع أب اعترافك مهما كانت، ولما تيجي تعترف اعترف على خطاياك مش خطايا غيرك. ما تقولش هو سببه كذا، هو اللي شتمني، هو لا، ده انت بتعترف على خطايا غيرك. ما تجيبش سيرة غيرك، حماتة هي السبب تدخل البيت تقلبه. لا، دي خطية، انت بتعترف على خطية حماتك ولا خطيتك انت؟ اعترفي على خطيتك فقط، ما تعترفيش على خطايا الغير، لا زوجك ولا حماتك ولا اي حد تاني يكون هو السبب، حتى لو كان السبب، لكنك انت اخطأت، عشان ما تضيعش وقت ابونا ووقتك. ويتلو عليك التحليل: اذكر ان كل خطية ترتكبها موجهة ضد الله ذاته، واذكر ان الخطية اللي ذكرتها مغفورة لك على حساب دم المسيح المسفوك على الصليب، لأنه حمل الله اللي بيحمل كل خطايا العالم. ماذا يفعل الله بخطاياك بعد ما تعترف بها؟ بيقول لا يذكرها فيما بعد، ويقول في سفر أرمية لا أذكر خطيتهم بعد، يرميها في بحر النسيان، ويبعدها كبعد المشرق عن المغرب. بقول لك ابعد يا رب خطاياي، وبقول لك ويمحوها، زي أستيكة محاها، قد محوت كغيم خطاياي، يمحوها زي الغيمة، ويغفرها ويطرحها. الرب يعطينا توبة نقية ويطهرنا وينقينا وصفينا من كل خطية، ويلهانا المجد دائما أبديا أمين. في ورقة أو مكتوب كل الخطايا اللي قدرت أجمعها. هي بصراحة الخطية في الكتاب المقدس ضد الله 80 خطية، وكل خطية كان لها مشاهد 80. يا ربي فين الـ80 دول؟ تدور عليهم بكل، مش ممكن 80 فعلا، لكن اللي انا ذكرتهم هم مذكورين. وطبعا الورقه دي اللي ما تاخدها، كل ما تيجي الاب اعترافك تقراها من اولها لاخرها، عشان تتذكر تشوف الخطيه اللي انت تعبان فيها او وقعت فيها. ربنا يعطينا توبه صادقه، ولنا المجد دائما ابديا امين. اتفضلوا صلوا. امين الليل يا ذوك سبتريك ايوك اجيوم تيكا نيكا ايكا استوسي اولاس